أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل داعب امرأته في نهاية رمضان ثم أنزلت، ما الذي يلزمها؟ هذا أخطأ وتسبب على إفساد صوم زوجته، وربما يتسبب على بإفساد صيامه هو، فلا يجوز هذا العبث. الصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله سبحانه وتعالى. فالذي حصل إن المرأة أنزلت فسد صومها، عليها أن تقضي هذا اليوم، والرجل يأثم على ذلك، استغفر الله ولا يعود لمثل هذا. نعم.